إنا نحب الرسول ونبتغي منه السولة لا ضير في أن نقول إنا نحب الرسول من يراجي أمانا منا ويرجو القبول يحبب شفيع البرايا في الدار الأخرى والأولى تغن في مدح طه ولتمشي عرضا وطولا أغن في مدح طه ولتمشي عرضا وطولا فإن أراد عدو نيلا وساء فضولا فأنت يكفيك فخرا يا صاحبي أن تقول إنا نحب الرسول إنا نحب الرسول قولوا نحب الرسول إنا نحب الرسول. اللهم صل على